إلغاء جولة جديدة من المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي كانت متوقعة بداية شهر أكتوبر القادم، أمراً بات شبه مؤكد في نظر خبراء في الاقتصاد، فالتقلبات السياسية التي تشهدها تونس وغياب الاستقرار على مستوى الحكومة قد يفوت على تونس فرصة اقتراض 4 مليارات دولار تحتاجها البلاد بشكل ملح لسد عجز ميزانيتها. توقف كامل لمحادثات تونس مع صندوق النقد الدولي، وهذا التوقف كان قبل 25 جويلية، لأنه صندوق النقد الدولي كان يقدم سؤال ولم يكن هناك جواب أمام هذا السؤال، والسؤال هو الآتي: هل لدى تونس حكومة أو سلطة قادرة فعلا على إنجاز الإصلاحات الضرورية؟ التغيير السياسي الذي فرضه الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو وتأخر تشكيل الحكومة الجديدة عوامل تعقد مهمة الحصول على تمويلات ضرورية لا تقل عن 8 مليارات دولار لسد عجز في الموازنة بلغ 7%. صندوق النقد الدولي احنا عندنا حق عليه، وهو حق عليه علاش؟ خاطر تونس مشاركة في صندوق النقد الدولي، ولو ما تملكش حاجة كبيرة تملك أقل من 0.11% من صندوق النقد الدولي، ولكن صندوق النقد الدولي ما نجمش يبدا يتفاوض مع بلاد وهي ما عندهاش حكومه. والوقت راهو المفاوضات راهو مش حكايه مفاوضه تقعد نهار ونهارين، تقعد اسابيع وتقعد اشهر. فشل تونس في توفير تمويلات عاجله بات يهدد بالعجز عن دفع اجور الموظفين للاشهر القادمه، ولكن البعض يقول ان التغيير السياسي الاخير قد يعقبه استقرار اجتماعي يمكن تونس من استثمار عائدات القطاعات الحيويه كالفوسفات والسياحه. فما استقرار اجتماعي، والاستقرار الاجتماعي هذا يساعد على نوعا ما انه يساعد الوضع الاقتصادي، فيما معناه ما فماش احتجاجات مثلا في القطاعات الاقتصاديه، حتى اتحاد الشغل ما فماش احتجاجات كبيره الا يبدو انه اتصالات تونس عندهم احتجاجات، مثلا رجوع قطاعات كانت مثلا قطاع الفوسفات رجع. ورغم غموض مصير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، يعتبر مراقبون أن الإسراع بتشكيل حكومة جديدة يمكن أن يحلحل الأزمة الاقتصادية ويسرع الإصلاحات العاجلة التي تتطلبها الموازنة المالية للبلاد. تواصل الأزمة السياسية في تونس قد يمدد تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويلات ضرورية لتمويل الاقتصاد، سيما في ظل تواصل غياب حكومة تقود المفاوضات مع مؤسسات المالية المانحة. توفيق عايش، الحرة، تونس.